لكم اوضه فاضيه هنا عشان حضرتك. ايوه. ناويه تقعدي كام يوم؟ والله ما اعرفش، حسب الظروف. يبقى اليوم ب30 قرش، والاسبوع ب2 جنيه، وان قعدت شهر نعمل لحضرتك خصم 15%. مش ممكن اقل من كده شويه؟ لا والله، دي تسعيرتنا والدفع مقدمه. طيب ادي 2 جنيه تحت الحساب اهو. مش مش افندم، وصل هالك اوضه نمره 9. دي قطه ونقصت اي حاجه انتهيني، انا اسمي مشمش. كتر خير. الظرف ده فيه الثمن اللي اندفع عشانك يا روح. سامحيني يا روح، لأني خبيت عنك سر كان لازم تعرفيه من زمان. فاكرة لما سألتيني وحبيتي تعرفي مين هو أبوك؟ فاكرة، قلت لك مات. كذبت عليك يا روح. أبوك عايش يا روح. عايش؟ من حقك تعرفي كل حاجة عنه قبل ما تارق الدنيا. بعد الشر عليك يا ماما. أبوكي اسمه عادل حسن. عادل حسن؟ أيوه، مهندس من مصر. مصر؟ أيوه، وجه بورسعيد في عمل من أعماله، نزل عندنا خد أوضة معانا، والسنة اللي بقوم كان دايما يعطف علي انا المحرومه من العطف والحنان. كان دايما يوسيني انا اليتيمه مكسوره الجناح. عاملني بكل شرف فخدمته باخلاص. وفي ليله عز عليه الشيطان انه يشوف اتنين تحت سقف واحد تجمعهم الطهاره، فدخل بينهم ومدلهم ايديه، ما حاولوش يهربوا منه، ضعفوا قدامه. ويا ويل المخلوق اللي يستضعفه الشيطان. انطفت شمعي وسافر قبل ما تشوفي نور الدنيا. سافر؟ كان لازم يسافر، فرق كبير قوي بيني وبينه. الجواب ده بخط، اقري تعرف ليه سابني وسافر. علبة السجاير دي عليها اسم كان دايما ينساها في قصة. الظرف ده فيه الثمن اللي اندفع عشان 500 جنيه ايدي ما لمستهمش. ربيتك من كدي وشقاك، دي كل الثروة اللي فاتها لك أبوك يا سعاد. أمك غلطت يا بنتي، اوعي تقعي في غلطتك. ماما حضرتك غاوي نمر تليفونات وحضرتك زعلان؟ لا بس شايفك من الصبح بتعصر في دفتر التليفون. عايز حاجة؟ لا متشكرة. طب أنا بارد. أنا ما أقصدش كده. لا أنا عارف نفسي تلم، مالي أنا ومال الناس. ومع ذلك إذا كنت
عايز اي نمره ولا الاسم صاحبه نطلقه لك حالا هوا. انت حافظ كل الاسامي؟ عربي وفرنجي، اسامي وانوين كمان. ده انت مدهش. طب تقدر تدلني على عنوان واحد اسمه عادل حسن؟ عادل حسن ده اسم بسيط خالص. عنوانه يا ست عنوانه تلاقيه عندك في دفتر التليفون في حرف العين. طب ما انا عارف، دورت في كل العينات ما لقيتش. طيب تسمح لي نبص بس في الدفتر؟ اتفضل. عادل عادل يا سيدي عادل اهو، عادل بيه حسن. لكن اللي انا قصدها مش بيه. امال صنعته ايه؟ مهندس. ما هو عادل بيه حسن مهندس. بس يمكن ما يكونش هو، اصلا انا ما اعرفوش، عمري ما شفته قبل كده. طيب ما تقايش وتروح تقابله. انت لا هو كان به، ما طلعش هو، ما خسرناش حاجة ندور على عادل حسن تاني غيره. فكرة مدهشة. مش كده بالذمة؟ تستحق عليها؟ ثلاثة جنيه. أربعة. مليني العنوان. على عيني. ايه؟ ملة. عادل حسن بيه. عادل بيه حسن، عادل بيه حسن. هو ما فيش محاولة في البلد إلا ولازم تاخدها. كل واحد وشطارته يا حسين بيه. وما تنساش إن الشاعر قال كده. ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أنا معاك، لكن غلابة ازاي بقى؟ الوحيد اللي كان ممكن يضربك في السوق طاهر باشا، واحد ناس كلنا. أهي برضه اسمها شطارة؟ أما أنا فأعتبرها وقاحة في الشطارة. على العموم ربنا يتمم بخير. ربنا كريم. الهانم عاوزة حضرتك يا فندم. طيب. دقيقة واحدة لو سمحت. اتفضل. إيه يا دولة؟ الباشا اتأخر والمعازيم قلت. الباشا زمانه جاي خمس دقايق وهيكون هنا، انت عارفه مشغولياته كتير. مهما كان دي خطوبه ابنه. ممكن كان يفض نفسه ولو النهارده بس يا بابا، ولا على الاقل كان يخلي جلال يسبقه. يا بنت جلال ما هيبقالك بعد كده طول العمر. انا ما قلتش حاجه، بس ما عنديش مانع يبقالي طول العمر، زائد اللي لازم من اولها. سعاده الباشا وجلال بيه وصلوا. اهو وصل. ايه ده؟ هتشوفوا انا هستقبلهم ازاي. طب وريني. مصاري يا عم. لا انا زعلانه منك يا جلال، دي الساعه بقت 10. والله من ذنبي، الحق على بابا. فعلا انا اللي اخرت. لا مالكش حق يا عم، طب من فضلك ما تعملهاش مره ثانيه. اتعشى من ما يكونش فيه مره ثانيه. طيب ما دام جيت ساعه متاخرين هتقعدوا معانا ساعه بعد المعازيم ما يمشي. بس كده ساعتين عشان خاطر عيوني. يا سلام عليك بابا، على اذنك. يعني مش شايفه متعور ولا حاجه. خلاص صفيت الاشكال معانا. يا ريت كل المشاكل تتصفى بالسهوله دي. والله احنا قلنا انتوا تصفوا مشاكلكم مع بعضيكم واحنا بعيد. واخد بالي قوي، واخد بالي. تعرف يا عادل بيه ان سياستك دي عمرها ما تكيب ابدا. عمرها. اتفضل. احنا لسه زعلانين يا نهاد؟ شوي. طب ولو بوستك يروح الزعل؟ انت اتجننت يا جلال؟ المعازيم تقول علينا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه، بعد شويه هتعلن خطوبتنا وتبقى رسمي. كنت يا جلال ما تفكرنيش، ده انا كل ما افتكر مش عارفه اتلم على روحي، قلبي بيدق بشكل. ايوه انا سامعه كويس قوي. طب بيقول ايه؟ نفس الكلام اللي بيقوله قلبي. وقلبك بيقول ايه؟ جالي مش يمكن يكذب عليا. يقدر؟ ده انا اقطعه حتت. لا يا جلال بعد الشر، اوعى تقول كده مره ثانيه. وانت لو كنت في موقفي مش كنت هتعملي كده برضه؟ انا عمري قلبي ما هيكذب عليك. على طول يا نهاد. على طول يا جلال. لاقيين لبعضهم تمام. ربنا يجعله عريس الهنا العمر كله. ان شاء الله، جلال ما كانش يمكن ابدا يلاقي احسن من نهاد. ده بس من افضلك يا باشا. دي الحقيقه يا عادل بيه. جلال عرف يختار جمال وجمال واصل كريم. نفس الشعور يا باشا. ربنا يوفقهم لبعض. سعاده البيت. ايوه. في واحده مدموزيل عاوزه تقابل سعادتك. عايزاني انا؟ ايوه يا فندم. على اذن سعادتك. اتفضل. يا فندم. حضرتك عادل بيه حسن؟ ايوه يا فندم، اي خدمه؟ مساله شخصيه، تسمح؟ بس انا شايف يعني الوقت مش مناسب، عندي ضيوف و اذا كان ممكن تخليها لبكره. مش ممكن، اصل دي مساله مهمه جدا، ارجوك. وهو كذلك. تعالي يا بنتي. اتفضلي. أنا آسفة إذا كنت جيت في وقت مش مناسب. لا أبداً يا بنتي، مفيش أي حاجة. أي خدمة أقدر أقدمها لك. أنا قصد سعادتك في سؤال مهم، بس أرجوك جاوبني بصراحة. أنا تحت أمرك.
حضرتك عادل حسن المهندس اللي بنيت مستشفى من 20 سنة في بورسعيد، وكنت ساكن في بانسيون اسمه بانسيون النجمة. وليه السؤال ده؟ أرجوك تجاوبني، لأن كلمتك يتوقف عليها مستقبلي. مستقبلك أنت؟ أيوه. عايزة منه إيه؟ معايا أمانة عايزة أديها له، علبة سجاير مكتوب عليها اسم عادل حسن. مين ادالك العلبة دي؟ الست اللي كانت بتخدمه في الفندق. انت تعرفيها؟ حد ما يعرفش امه. يعني انت تبقي؟ ابقى بنتها. آه. وهي فين دلوقتي؟ الله يرحمها. ايه؟ ماتت؟ وابوكي؟ ابويا ما عرفش حاجة عنه ابدا، ولا عمري شفته، لكن امي اعترفت لي بكل حاجة قبل ما تموت، وعشان كده انا جيت ادور عليه. ايوه يا بنتي، لكن انت ما عندكيش اثباتات ولا حاجة؟ لا، معايا شهادة الميلاد، جبتها معايا اهي. سعاد بابا. بنتي. ولا كلمة عن الموضوع أرجوك. ايه في حاجة؟ لقيتك اتأخرت، فحبيت أطمن عليك. أنا جاي حالا. أنا آسفة يا مدموزيل، يمكن أكون قطعت حديثكم. لا أبدا بالعكس، ده أنا فرحانة أوي. ثانية واحدة، أنا جاي لك حالا. تعالي يا بنتي. جلال مش هناك ولا إيه؟ أيوه. طبعا. ليه ما خليتنيش اكلمها؟ ليه ما عرفتنيش بيها؟ اعرفك بيها؟ المسألة مش بالسهولة اللي انت متصوراها يا سعاد، لازم يكون عندي وقت للتفكير. يعني مش هتقول لهم انا مين؟ اقول لهم انت مين؟ مش ممكن. أنا واثق إنك تقدري الظروف كويس، إزاي أعترف لهم بغلطة ارتكبتها؟ الحادث ده حصل من 20 سنة، ما كنتش متصور أبدا إن الماضي هينبعث فجأة كده. زمان كان ممكن، لكن دلوقتي. دلوقتي إيه؟ من 20 سنة ما كانش عندك الشجاعة الكافية، هتجيب دلوقتي منين الشجاعة؟ اتركي لي الفرصة، أنا واثق إن الظروف هتساعدنا. يعني أنا دلوقتي بنتك حسب الظروف؟ سعاد أرجوك امهليني شوية، لابد هلاقي حل موفق. وناوي تدفع لي 500 جنيه علشان أسكت زي ما دفعت لأمي زمان؟ أرجوك يا سعاد ما تكونيش قاسية عليا. أنا آسفة يا سعادة البيت، دلوقتي الموقف اتغير، أنا اللي هدفع 500 جنيه علشان ما تقولش إن بنتك. اتفضل، المبلغ كامل. سعاد أرجوكي ما تحقديش عليا يا بنتي. بنتك؟ أنا مش بنتك. اطمن يا سعادة البيت، مش هضايقك بعد كده أبدا، هعيش من كد وشقايا زي ما أمي ربتني من كدها وشقايا. ما كانش لازم أجي هنا، كان لازم أعيش في الحلم الجميل اللي كنت عايشة فيه.
ادي علبه السجاير اللي كنت بتدور عليها، اوعى تضيع منك تاني. متشكر قوي يا اسرائيل. لقيتيها فين؟ حاضر. في دولاب هدومي؟ انت فتشت معايا حته حته؟ في مكتبي؟ قلبنا الادراك سوا. امال فين؟ افتكر شوف نسيتها فين؟ مش فاكر، غلب حماري. في المطبخ. في المطبخ؟ طب وايه اللي وداها المطبخ؟ حضرتك لما كنت بتساعدني في تقشير البطاطس. انا كنت بقشر ال... شوف يا اسراء، زعقت لك من غير مناسبه، والله انا اسف اذا كنت زعلتك. انا ما زعلش منك ابدا يا عادل. تعرفي لولا وجودك انت في البنسيون ده انا ما كنتش قعدت يوم واحد. يا ترى يا عادل بينا لما تسافر بالسلامه هتبقى تفتكرنا؟ ضروري هفتكرك، انت وحدك بس. مش هنسى ابدا التعب اللي تعبتيه معايا. انت اللي غمرتني بعطفك يا عادل بيه. يلزمك اي حاجه؟ ايوه، خلي علي يعمل لي فنجان شاي. هعمله انا، لان إيه؟ مفيش حد هنا خالص. علي اجازته النهارده وماما راحت السينما. بس انا مش عايز اتعبك يا اسرائيل. ما تقولش الكلام ده يا عادل بيه، لازعل منك. اسرائيل قولي لي، كان في على الدولاب كتابين كبار ما شفتهمش؟ لا يا عادل بيه. ازاي؟ عادل بيه، لا يا عادل بيه، عادل بيه. ايه اللي انا عملته ده؟ ازاي سمحت لروحي احطم حياة بنت مسكينة وحكمت عليها بالاعدام؟ ذنبها ايه؟ لكن ايه ذنب مراتي؟ اخونها بدون سبب؟ كان غلطة، لكن ايه ينفع؟ ما اقدرش اسيب بيتي ومراتي. اقدر اسيب ثريا للوقت، الوقت هيخليها تنسى. المهم دلوقتي اهرب من هنا، لكن اهرب ازاي؟ فكرة. الحل الوحيد. أكتب لك هذا الخطاب وأتركك إلى مستقبل مجهول. لست واثقا من أنه سوف يجمعنا مرة أخرى. لقد أضلنا الشيطان وكنت أنت الضحية. ظروفي لا تسمح لي بالبقاء بجوارك، ولذا أجد نفسي مضطرا لأن أترك لك هذا المبلغ للتصرف، لعلك تستطيعين به محو آثار تلك الليلة المشؤومة. أرجو منك الصفح والنسيان. بقالك مدة فايتنا والباشا سأل عليك مرتين. إيه في حاجة؟ لا مفيش حاجة أبدا. ومين الضيفة اللي كانت عندك؟ ضيفة؟ نهاد قالت لي إن كان عندك ضيفة. لا دي مش ضيفة، دي بنت واحد صاحبي. كانت عايزة حاجة؟ أبدا، كانت جاية في مسألة تخص أبوها وما رضيتش تستنى في الحفلة وروحت. طب يلا بقى نشوف المعازيم. الله، عادي. مش دي علبة السجاير اللي هديتها لي في عيد ميلادي وإحنا مخطوبين؟ أنت مش قلت إنها ضاعت من زمان؟ كان متهيألي إنها ضاعت، لكن ربنا خيب ظني. ولقيتها فين؟ هي اللي جت. الناس اللي نسيتها عندهم هم اللي بعتوها لي. يا سلام، بعد السنين الطويلة دي لما افتكروني. ادي حكاية ما كانتش تخطر على بالي ابدا. ولا انا، لكن دي ارادة ربنا، مقسوم لها ترجع لصاحبها. اوعى بقى تضيعها تاني. لا ما تخافيش، مش هفرط فيها ابدا. طب يلا بقى يا يعني. ما انت ما قلتليش من الاول انك جاي تدور على اكل لايش؟ كنت وفرت عليك المشوار ده كله. عادل مين ده اللي تروح له ما تقصدش اي مخلوق؟ قول يا رب. ونعمة بالله. ما تحملش اي هم، وانا من بكره راح ندور لك على الشغلانه اللي تليق بمقامك. ده يبقى جميل، عمري ما انساه. انت ولا مؤاخذه ما تعرفش اي صنعه؟ زي ايه؟ حياتها مثلا، طباحه، مكوجيه؟ لا ابدا ما اعرفش. امال كنت عايشه ازاي؟ زي اي بنت يتيمه.
اتحكم عليها تعيش بين اربع حيطان. لا حول الله. وانت بقى يتيمة الام ولا الاب؟ الاثنين الله يرحمهم. انا كمان ابوي وامي ماتوا. ايوه كله فاني، محدش هيخلد في الدنيا مدايم لوجه الله. خلينا بقى في المهم، انت مدام جاي تدور الاكل العيش مش لازم تستنى في اللوكوندا دي. امال هنام فين؟ عندي في بيتي. في بيتك؟ ها؟ لكن انا لكن ايه؟ انت زي بنتي تمام. انا عندي نص دستة ملخبطين بنات على صبيان، وتعيش معانا ورزقنا ورزقك على الله. كتر خيرك، انت راجل طيب قوي. قول يا رب اما نروح نجيب لك لقمه تاكل قبل ما تنوم. Thank you.
وهنا. وهنا؟ ايوه، يعني الكلام اللي يطلع من هنا ويستنفر هنا ويخرج من هنا ما يتقلش بمال. انا مش فاهمه حاجه ابدا. مش ضروري تفهم، ده انت كنز يا استاذ بندق. انت سمعت؟ ده الشر عليك. ما هو ده مش كده يا عم، مش من زي ما بتقول دي فلوس معجنه في بعض. طيب انا حبيبك علشان نتفاهم. مفيش لزوم نتفاهم من هنا. انا يا ستي علي بندق العواد الملحن الفظيع اللي شارب الفن من منبعه. تشرفنا. الله يحفظك. ده اللي يعلمك المغنى لاصوله. يعني اغني؟ ايوه تغني وتغني وتغني وتعيشي راجل. ايوه لحد ما ربنا يعدلها لك بابن الحلال وتبقي ام. عندك حق، كلامك في محله. قول يا رب. يا رب. ايه انت لسه صاحي يا علي؟ مش جايني نوم. في حاجه شغلت؟ ايوه، عايز استشيرك في مساله مهمه. مساله ايه؟ مساله تخص واحد صاحبي. تقوم تشغلك بالشكل ده؟ أصل الصدمة فظيعة، ما قدرش يتحملها المسكين، رمى الحمل كله علي أنا، عشان كده تلاقيني بفكر يمكن ألاقي له حل. دي لو كانت جريمة اللي عملها صاحبك ما كانش تشغلك بالشكل ده. تقدري تقولي عليها جريمة، وجريمة فظيعة. جريمة قتل؟ هو ما قتلش بالمعنى اللي أنت متصوراه. أمال عمل إيه؟ انت فاكره البنت اللي جاتني النهارده؟ فاكره. اهي دي ثمره الجريمه. يا ساتر يا رب. جات علشان اوصلها لابوها. مسكين، وما وصلتهاش ليه؟ ما هو ده المشكل، ازاي ابوها يعترف بيها وهو متجوز وعنده بنت في سن بنتنا نهاد؟ في انسان في الدنيا معدوم الضمير بالشكل ده؟ للاسف في. وامها المسكين ماتت. ومراته عندها خبر بالحكايه دي؟ لا، والخوف لا تعرف. تفتكري تسامحه؟ ما افتكرش ابدا. والبنت ذنبها ايه؟ البنت مالهاش ذنب، ومراته كمان مالهاش ذنب. ذنبها في رقبه ابوها، هو اللي يدفع الثمن من دمه. يعني فكرك ما يعترفش؟ يعترف ازاي؟ وبنته واهله والناس اللي يعرفوه. والبنت ايه يكون مصيرها المسكينه؟ يا سلام يا سلام. مش بطاله يا استاذ بندق، يجي منها. انت شفت ايه يا حامد بيه؟ انا بهديك بهديه بكره تعرف مهام الهديه دي ايه. وانا بنت هديتك، بس مش تفيد روحك شويه يا شاطره؟ لان هي اول مره تغني. اصل الموت الحرج، ما تشد حيلك كده وتعملي راجل زي ما اتفقنا. انا هعمل لها في الشهر 10 جنيه. 10 جنيه بس؟ ايوه هزهم شويه. ايوه غمسهم شويه. طب 12. خليهم 15 عشان خاطر الراجل الطيب ده. ايوه علشان خاطري خليهم 15. 15 علشان خاطرك. حال اتفقنا. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. بس ما تنساش تتوصى بيها في الاعلانات، تكتب اسمها كبير قوي. لا اطمن يا استاذ بندق. انا مطمن. انا البنات بتوعي احب اعمل لهم دعايه كويسه. بس تفتكروا نغير اسمها؟ والله تقدر تسالها. ايوه نغيره. طب نسميها ايه؟ مستكة. حبهان. مستكة ايه وحبهان؟ نسميها نادية. ايوه المطربة نادية، وهي نادية صحيح. نادية ان شاء الله. نادية عليكم. الست وصلت دلوقتي اهو. هي فين؟ في اوضتها. طيب عن اذنكم لحظة واحدة. اتفضل يا فندم. مع السلامة يا حبيبي. يا سلام. حامد. افندم. ايه الذنب اللي عملته علشان تسيبني؟ انا حر، كيف كده؟ انت حشركيني. وهون عليك ترميني بعد كل اللي عملته علشانك. حد كان غصبك؟ انت اللي تمت عليا. انا يا خاين بعد ما خدت كل شقايا وتعبي تسيبني علشان خاطر زيزي؟ زيزي زيزي دي برقبتك. برقبتي طبعا، دلوقتي برقبتي، وبكره غيرها هتبقى برقبتها. اخرسي هنا شغل. اذا كان عاجبك على كده، دي انت قاعده مش عاجبك، باب الصاله مفتوح الساعه 15 زيك. صباح الخير يا حاج. الحمد لله على السلامه يا استهانم. انت مش كنت مسافر عشان ترقص ليله واحده؟ ايوه. والليله دي كانت امتى؟ اول امبارح. يعني كان لازم تيجي امبارح، ايه اللي اخرك؟ اصل اهل الفرح عزموني تاني يوم. فرح تاني؟ لا عزومه. يعني ليلتين. ليله واحده بس. نعم. انت فهماني برياله؟ ده انا انسفك، انا ما كلهاش حاف ابدا، انت فاهمه؟
عليك حاجة يا حامد، كل الفلوس اهي. انت زعلت مني، اصلي بغير عليكي، ولما اتأخرت عليا الفن لعب في عبي، وبت ليلة ما يعلم بيها الا ربنا. صحيح يا حامد. هو انا ليا حد في الدنيا غيرك؟ يا سلام عليك يا واد يا طعم. اما بقى انا وقعت لك على حتة بت. انما بقى ايه؟ انما ايه؟ وكمان بتقول اخذ عينك دول؟ ده انت هتبوسيهم لما تسمعي صوتها. بتغني؟ الا بتغني، صوت من السما خام لسه بشوكها. وهتشتغل معانا؟ دي هي اللي هتشغلنا. شغلنا؟ ركز بقى على اول ليله، انت ترقصي وهي تغني وتفرجي على ارضات الشباك. واسمها ايه اللي بشوكها دي؟ اسمها النادي. سيداتي سادتي، يسر إدارة ملهى النجوم أن تقدم لكم ولأول مرة نجم جديد في عالم الطرب، المطربة نادية. Ooh.
مبلولين قوي يا سيدي، مبلولين يا حبيبي. يلا يا ستي نادر غيري هدومك وانا مستنيكي في القهوه اللي جنب باب الخروج عشان اوصلك. وليه التعب ده كله يا استاذ؟ يا سلام يا ستي ناديه، انا لازم احافظ عليكي بعناية، وعشان كده هوصلك كل ليله يا كوكو. وانا هتباكل اللوكاند عشان صاحبنا لو جه ما لقانيش هناك يلتو. متشكره قوي، مع السلامه. الله يسلمك، اتفضل يا استاذ. اتفضل. قولي من فضلك افندم، اوضة الانسة نادية المطربة فين؟ هنا سعادة البيه. متشكر. العفو. ادخل. طبعا ما كنتيش منتظرة مني الزيارة دي. دي مفاجأة صار، زيارة عادل بيه حسن لوحدة مغنية مبتدئة زيي، ده يبقى شرف عظيم. اتفضل. متشكر. حسن. افندم. قهوة لسعادة البيت. حاضر. ما بشربش القهوة. لاحظ انك ضيف يا سعادة البيت، هات ليمون. حاضر. افندم انا تحت امر، يلزم خدمة. انت ليه عملت كده؟ عملت ايه؟ ليه اشتغلت في صالة؟ ده الباب الوحيد اللي لقيته مفتوح قدامي. كان لازم تنتظري كلمتي. كلمتك؟ كلمتك عرفتها من غير ما اسمعها. سعاد، انت فهمتيني غلط. ظهورك في حياتي فجأة، الصدمة أثرت عليا، ده اللي خلاني آجي هنا علشان أعتذر لك. يعز عليا إنك تعتذر لواحدة زيي. سعاد، أرجوكي ما تكلمينيش باللهجة دي يا سعاد. أنا مش سعاد، أنا اسمي نادية يا سعادة البيت. الليمون. اتفضل. الليمون مهدي للأعصاب. مش عايز ليمون، متشكر. أرجوكي بلاش العصبية دي. تعالي. لازم نبحث الموضوع بمنتهى الهدوء. ده مستقبل يا بنتي. تسمحي. أنا تحت أمرك. يلا أنت وهو، يلا يلا شايله شوية. يلا. لمين الليمون ده؟ صاحبتنا اللي لسه لا طلعت ولا نزلت، كانت طالباها لواحد اللي انت قايل جوه في اوضتها. مين؟ ناديه؟ ايوه، ونزل فيها بلد من الصبح، يظهر انه عاوز يلطشها من هنا. ولا يهمك، خليك تقيل. احب اجسس لك عليهم؟ لا، شوف شغلك انت يلا. حاضر. اديني شرحت لك الموقف. انا مستعد لكل طلباتك. مالي وثروتي تحت امرك. ده كرم عظيم منك يا سعادة البيت. لكن انا عندي كلمة بابا تساوي مال الدنيا بحالها. انا عارف، انا عارف يا سعاد، لكن ارجوك ما ترفضيش، فكري كويس. ما اقدرش اعيش في الظلم، انا مش بنتك. انا معترف بيكي انك بنتي. مش كفايه انك تعترف بيني وبينك، خلي اهلي يعرفوني. اللي بتطلبيه يا سعاد ده مستحيل، ده مش ممكن. انا دلوقتي راجل متجوز وعندي اولاد، اقول ايه للناس؟ اقول ايه لمراتي؟ قول لهم على الحقيقه. مش ممكن، مش ممكن. تبقى زيارتك زي قبلتك. سعاد، ما تضطرنيش ان انا اعترف بيك ضد ارادتي. لو كنت عايزك تعترف بيا ضد ارادتك كنت استعملت الجواب اللي كتبه عادل حسن المهندس واداه لامي. الجواب؟ ايوه، الجواب اللي كان مع ال 500 جنيه في اعتراف بخطه وامضته. والجواب ده ناوي تعملي بيه ايه؟ تحاربيني بيه؟ احاربك بيه؟ ده يبقى اخر يوم في حياتي. امال ما اديتهوليش ليه؟ ده التذكار الوحيد اللي بيطمني لما اسال نفسي انا بنت مين. انتي. بس انا مش عايزك تعيطي، لازم نخضع للواقع يا سعاد. انا هسيبك دلوقتي، هديلك فرصه للتفكير، يمكن تصفحي عني. انما ارجوك ما ترفضيش يا سعاد. مع السلامة. يا بابا.
الاتحاد ده اللي كان معانا دي خارج اهو. ايوه وراه. خد تاكسي وهات لي اسم عنوانه حالا. هجيب لك خبر وهوا. واديني تليفون في البيت. حاضر. مالك يا حامد؟ بتفكر في ايه؟ بفكر في البت المطربة الجديدة نادية. انت اتجننت؟ لا انا بعقلي، ولو تم اللي في عقلي هعيشك العيشة اللي في عقلي. منين يا سي حامد؟ من البت المفعوصة دي؟ لا من ابوها. ابوها؟ ابوها مليان فلوس. عارفة يعني ايه فلوس؟ فلوس فلوس. بصحتك. صحتك. الو. ايوه الزمالك فيلا نهاد. ايوه يا حامد دي، لكن دي حاجه من ورا العقول خالص. دي فيلا ولا كل الفلل؟ خدم ايه وحشم ايه وعز ايه اسمه ايه؟ عادل بيه حسن. عادل بيه حسن. طيب خلاص، النحس حل عن كتابي. بكره همشيكي على الذهب، هسقيكي بدل الميه موارد. لا يظهر انك سكرت يا ابن العادي. لا ده انا فايق قوي، قدامنا كنز ومفتاحه في ايدي، بس عاوزة تفتحي عينيكي كويس قوي. البت المطربة دي ابوها غني خالص. وهربانة منه؟ هو اللي هربان منها. مش فاهمة حاجة. بعدين هفهمك. مهم عندي دلوقتي ان انا لازم اتجوز البنت دي. اتجوزها؟ نعم يا سي حامد. تعال يا مجنونة، انا ليا اللي انتي. انا هتجوزها صورة بس من غير هي ما تعرف. سر بيني وبينك. برضو مش فاهمة حاجة. انت اللي هتحل محلها قدام المأذون، وبدل ما نكتب اسمك في ورقة الجواز نكتب اسمها سعاد حسن. ده السلاح اللي هقابل بيه ابوها. لكن ده تزوير، نروح في داهية لو قفشونا. مين ده اللي يقفشنا؟ لا يا سي حامد، انا مش ممكن اعمل عاملة زي دي ابدا. انا عايز كده. لكن يا حامد. مفيش لكن. طب ده انا عاوز اساعدك. من بكرة تاخديها في حضنك وتهننيها. دي زي اختك، انا عايزها تسكن معاكي هنا، ما تسيبهاش لوحدها ابدا. يمكن ما ترضاش. لسانك الحلو، كلامك الناعم، دي فرصه اوكازيون فلوس. امال تلميذة حمد ازاي؟ ونتجوز يا حامد. بس لما تلم على الفكه. يا سلام عليك يا واد يا طعم. قولي من فضلك. ايه يا فندم. اوضه الانيسه سعاد حسن فين؟ اول دور ثالث اوضه على يدك الشمال. شكرا. ادخل. بونجور نادية. الله سيدي. اهلا وسهلا. أظنك بتستغربي، أصل كنت بزيارة واحدة صاحبتي قريبة من اللوكان ده، قلت أفوت عليكي وننزل سوا. خطوة عزيزة، تحبي أطلب لك قهوة؟ ميرسي يا حبيبتي، لسه شابة. طيب لمونات أو أي حاجة ساعة أموري. ميرسي، أنت مقفلة عليكي الدنيا كده ليه؟ افتحي يا شيخة الشباك خلي الأوضة تتهوى. حاضر. إيه، كويس كده؟ أيوة كده. تعرفي يا نادية، أنا ما كنتش أتصور أبداً إنك عايشة بالشكل ده. الله، يعني كنت عايزاني أسكن في قصر؟ يا ستي على قد لحافك، مد رجليك. لكن ده حرام، والله حرام. انا قلبي اتقطع، يا ريتني ما جيت. ما تزعليش، بكره لما مهيتي تكتر حدكم في شقه حلوه خالص. شقتي موجوده يا حبيبتي وتحت امرك. ميرسي قوي يا زيد. مستحيل اسيبك تعيشي لوحدك، اللي زينا محتاج لحد يوسيه، وانا وحدانيه ماليش حد في الدنيا ابدا. مالكيش اهل؟ مقطوعه من شجره. وانا كمان زي. خلاص نبقى احنا الاثنين محتاجين لبعض. انا عايزه اخت توسيني وانت محتاجه الاخت تعطف عليكي، والحمد لله تلمينا على بعض. يلا لمي هدومي. الله بسرعه كده. تبقي مش عايزاني اكون اختك ابدا يا زيزي. لكن اصلا مفيش لكن، خلصي اللوكان ده واوضتك في بيتي محجوزه. يلا يا حبيبتي يلا. يلا يا روحي. ياه، بقى كل الاوضه دي علشاني انا؟ امال يا حبيبتي، انا مش عارفه ازاي اشكرك يا زيزي. تشكريني؟ ودي كلمه. انا زي اختك دلوقتي. أنا هسيبك عشان ترتبي هدومك، ونعوزي أي حاجة كل البيت تحت أمري. ميرسي قوي يا زين. هام
مبسوط مني؟ طول عمرك سابع، بكرة بقى الخطوة التانية زي ما اتفقنا. ما بلاش حكاية الجواز دي يا حامد، أنا خايفة. خايفة من إيه؟ بكرة الجواز وبعده قبل نسيبي وبعده نتجوز إحنا. صحيح يا حامد. وأنا ليا إلا أنت، يا سلام عليك يا واد يا طعم. شفتك الست سعاد عادل حسن؟ ايوه يا استاذ. تحبي توكلي حد عنك؟ انا وكيلها يا استاذ. من فضلك احب اسمع منها شخصيا. حاضر. ايوه يا استاذ، محروس وكيلي. محروس ايه يا سيدنا؟ محروس عطيه عطا الشهير بعطيه عطا عطاطا الاطهور. اتفضلي امضي. ايوه هنا. وتسمحي تبصمي بإبهام إيدك اليمنى. ضروري تبصم؟ ضروري يا أستاذ، دي أوامر الحكومة. وحضرتك تحب توكل حد عنك؟ لا أنا وكيل نفسي. طيب تسمح بالمنديل من فضلك؟ إيدك في إيده. تسمح تقول ورايا؟ حاضر. ألو؟ ايوه يا فندم. هو مش موجود، نقول له مين؟ حامد بيه؟ تقدر تقابله الساعة 6، وعلى العموم انا هدي له خبر. لا يا فندم، انا نهاد بنت. بنته؟ تشرفنا يا فندم. قلت لي الساعة كام؟ 6؟ حاضر يا فندم. رفار. البيه موجود؟ اقول له مين يا فندم؟ حامد بيت ديب. اهلا وسهلا. اتفضل. تعرف البيه في الفطار. بونسوار اكسلانس. اهلا وسهلا. اتفضل. طبعا سعادتك ما تعرفنيش. لا ما حصلليش الشرف قبل كده. انا حامد الديب مدير اعمال الارتيست. ارتيست؟ ايوه. صاحب صاله. كباريه النجوم، اسم مشهور قوي. اظن سعادتك ما شرفتنيش ولا مره. لا اصلي ما بروحش كباريهات. علشان كده انا جاي اعتب عليك. تعتب عليا باي مناسبه؟ بمناسبه انك نسيبي. نسيبك؟ باردون اكسلانس، بنتك هي اللي ما حبتش تعرفني بيك. بنتي؟ بنت مين؟ سعاد. سعاد؟ ايوه، اصلي حبينا بعض بسرعه واتجوزنا بسرعه. وادي قسمه الجواز. تاريخ قريب. يظهر انك غلطت في العنوان يا حضرة الافندي. انا ما عنديش بنات بالاسم ده ابدا. اتفضل. بالراحة عليا يا سعادة البيت، انا راجل غلبان وما استحملش المعاملة دي، وغير كده معانا ناس هنا في البيت مش من مصلحتك انهم يعرفوا حاجة عن الموضوع. اي موضوع يا جدع انت؟ موضوع عادل حسن المهندس. اصل مفيش ست تخبي حاجة ابدا على جوزها. هتقولي ده كمان ما تعرفوش؟ انت عارفه وانا كمان عارفه وعارف كل حاجة عنه وأقدر أقول، لكن مش أنا. مش أنا اللي أطعم من الخلف. وعاوز إيه؟ أنا مش عاوز حاجة أبداً. أنا عاوز أستر بنتك. أنت عارف شغل السارة، ولو إننا بنكسب منها كتير. إنما بقى سعادتك عارف. بالاختصار عايز إيه؟ قول. اللي تشوفه يا سعادة البيه. المهم عايش أنا وبنتك مستورين. كده. طب فوت عليا بكرة في المكتب. علشان إيه؟ هدي لك 500 جنيه. وبكده ننسى الماضي. هو الماضي يتنسى يا سعادة البيه؟ على العموم نحاول، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. المهم انا هعتبر دي ما هي شهريه، وسرني جدا اني اشوفك كل اول شهر. روفار اكسلانس. استاذن انا بقى. ما يصحش يا جلال، احنا خرجنا سوا ولازم نرجع سوا، بابا يقول ايه؟ ما احنا رجعنا سوا يا حبيبتي. لا ده مش كفايه، لازم تاخد معانا الشاي. بس عندي مشوار مهم جدا. أهم مني؟ مفيش حاجة في الدنيا أهم منك عندي، لكن المشوار ده لازم أروحه. يعني مصمم؟ على شرط ما تكونيش زعلانة. أنت حر، لكن بعد كده ما تكلمنيش أبدا. وهو جلال يتخاصم يعني هادي. قولي لها يا نيل. حضرتك قال إيه؟ ورا مشوار يهمه جدا. ده أنا واصل لغاية البيت وراجع تاني. ما فيهاش حاجة ما دام راجع تاني يا نهاد. ده
طب روح، لكن يكون في معلومك اني مش هخرج معاك ابدا بعد كده. الحقيني يا نينا. مش ممكن تصهين، ده عادل ما خرجش مخصوص علشان. انا مش هتاخر. طب اهو في المكتب، روح قول له بنفسك انك خارج وراجع حالك. امرك. جلال عاوز يعتذر يا عادل. نص ساعة بس يا عمي، اسمعها وارجع تاني. هي مين دي السجال اللي عاوز تسمعها؟ الاسطوانة. الله، أنت مش قلت رايح البيت؟ ما الاسطوانة دي ساكنة في نفس العمارة اللي أنا فيها، فوق شقتي بالظبط. وشكلها إيه الاسطوانة دي بقى؟ والله لسه ما شفتش شكلها لغاية دلوقتي، إنما كل يوم بقالي أسبوع الساعة 8 بالظبط أسمعها، صوت إيه يجنن، وأنت عارف إن أنا غاوي المزيكا وأحبها موت وأفضلها عن أي شيء في العالم. نعم. إلا أنت طبعًا. طب أنا عاوز أسمعها معاك الاسطوانة دي. بكل سرور، اتفضلي معايا. اسمح لي يا بابا اروح معاه عشان اشوف كدبه. روحي فين؟ الله، انت مش معانا يا بابا. ابوك مش مع حد ابدا اليومين دول يا بنتي. انا معاكم كلكم. روحي يا بنتي، روحي. نص ساعة بس يا عمي، مش هنغيب ابدا. ارفار يا بابا. اتفضل. حضرتك تقعدي هنا، وبعد دقيقة واحدة هتسمعي صوت عمرك ما سمعتي زيي. اتفضلي. طيب يا سيدي لما نشوف. فاضل 30 ثانية، 20، 18، 10، 5. معرفش إن كان مشغول بي أو مشغول عني، معرفش إن كان مشغول بي أو مشغول عني. أنا شايفة الفرحة بقلبي والطير بيغني بيغني يغني. والدنيا بتضحك فعنيا، والموج في الرايحة وفي الجاية، والموج في الرايحة وفي الجاية، متحير بين حبي وظني، معرفش إن كان مشغول بي أو مشغول عني. أنا شايفة الفرحة بقلبي والطير بيغني بيغني يغني. أنا قلبي زهرة بتتفتح وبخاف لا يطير مني ويسرح. أنا قلبي زهرة بتتفتح وبخاف لا يطير مني ويسرح على شوك الحب ويتجرح، على شوك الحب ويتجرح، وخيالي بيهز ويبني، معرفش إن كان مشغول بك أو مشغول عني. أنا شايفة الفرحة بقلبي والطير بيغني بيغني يغني. سمعت يا ستي؟ يا سلام،
كل يوم بتسمع صوت الجميل ده في نفس المكان اللي انت قاعده فيه. يا بختك. عجبك؟ له تأثير عجيب قوي عليا. انا سمعت اصوات كتير، انما الصوت ده بالذات متهيألي اني بسمعه من قلبي، حاسه ان انا اللي كنت بغني. عشان كده بحب اسمعه كل يوم. وصاحبة الصوت ده شكلها ايه؟ والله ما شفتهاش. وفردي، انت بتشك في اخلاصي؟ لا، بس خايفه اعجبك بصوتها ياخدك مني. مش ممكن، صورتك دايما في قلبي. على طول يا جلال. على طول يا نيال. يا خبر، ده احنا اتأخرنا قوي. لسه بدري. احسن نروح. طب اوصلك. اتفضلي. باي. باي. يا بابا يا سلام. يعني جلال له حد؟ خالص يا ماما، ده انا اتمنى لو الصوت ده يفضل في ودني على طول. يا ريت ويجي يسكن معانا. هو مين؟ صاحب الصوت الجميل. والله عالية السنهات، عايزة تسكني معانا مغنية؟ يا ريت يا ماما، على الأقل كنت كل يوم أضمن إنها تغني لي ولو مرة واحدة. وشكلها إيه المغنية دي؟ شفتيها؟ أبدا، لكن أنا يهمني إيه شكلها، ما دام صوتها وصل جوه قلبي. يعني ما أنتيش غيرانة على جلال من الصوت؟ أنا واثقة من جلال، غريبة مش كده؟ انا بحسده اللي هيسمعها وانا مش معاه. يا عبدو. عبدو. افندم. ساعتها كام بالظبط؟ 8:12 دقيقة وشرطتين وحتة. غريبة، امال ما غنوش ليه لغاية دلوقتي؟ هما مين؟ جيراننا اللي فوق، اطلع اسألهم. اسألهم على ايه؟ قول لهم ليه ما غنتوش لغاية دلوقتي يا اخي؟ لكن لا يا عبدو، لا لا، تبقى بايخة مش كده؟ هي مش بايخة، انما تقيلة شوية. ايوه تقيلة. اسمع، يكونوش هنزلوا. انا ما شفتش حافش نزل من العمارة النهاردة. لازم تعبانين، انا طالع اتأكد بنفسي. جاي. افندم. انا جاركم اللي ساكن في الشقة اللي تحتكم بالظبط. يلزم خدمة؟ أرجوك إدي خبر للست إني عاوز أكلمها. زيزي؟ هي اسمها زيزي؟ أيوة ست زيزي. هي خرجت. خرجت راحت فين؟ راحت للدكتور. دكتور ليه؟ عندها إيه؟ تعبانة شوية. أنا برضو قلت كده. يلزم خدمة؟ أيوة، أرجوك تبلغيها لما تيجي إن جاركم اللي ساكن تحتكم بيتمنى لها الشفاء العاجل وإنه معجب جدا بصوتها الملائكي. صوتها. أيوة صوتها. وتعب حضرتك وجاي لحد هنا علشان تقول لها الكلمتين دول بس؟ شيء غريب، هتهزري معايا ولا ايه؟ تقولي لها كده وبس. ثانيا ارجوكي بلغيها انها تغني لي الغنوه اللي كانت بتغنيها امبارح. يا سلام، اشمعنى؟ هتفتحي لي مره تحيه ولا ايه؟ لا بس يعني شايفاك مهتم قوي بصوتها مع انه مش مش ايه يا ليله الادب؟ مش عرفك انت في الاصوات الجميله؟ ثانيا عيب انك تتكلمي على ستك بالشكل ده، فاهمه ولا لا؟ حاضر، انا متاسفه يا سعاده البيت. يظهر انك معجب قوي بصوتها. معجب جدا. طب ما انت تقدر تسمعها كل ليله اذا حبيت. اذا حبيت انا؟ ايوه. تقطع تذكرة وتدخل تسمعها. تذكرة في الشقة دي؟ لا، في صالة النجوم. بتغني في صالة؟ أيوة. هتغني الليلة؟ وكل ليلة. أشكرك جدا. والآن سيداتي سادتي، نختتم الفصل الأول من البرنامج بتبلوغ غنائي راقص من الراقصة زيزي والمطربة نادية. وردك خايف لا الدمع الجاري على الخد، يا
دب وردك شيل شيل ايدك من خدك عملي. على كده تعرف تغني؟ اغني؟ لا والله صوتي وحش قوي، بس ودني بتسمع كويس. تبقى استاذ كبير. انا تلميذك الصغير. انا سعيد جدا بمعرفتك. متشكره يا استاذ جلال. تشرف. الله، الستاره حضرتك هنسمع الصوت الجميل ده تاني؟ مع الاسف انا ما بغنيش غير مره واحده بس. وانا احب اسمع مره واحده بس. طب ومش هتتفرج على بقيه البروجرام؟ ويهمني ايه من البروجرام؟ وكنت جاي علشان تسمع صوتي بس. وكل ليله حاجه عشان اسمعك انت بس. انت بتخجلني. وانت بتسعديني. ارجوكي اعتبريني صديق مخلص امين وفي خدمتك في اي لحظه. انا متشكره قوي. ودلوقتي تسمح لي علشان احب اروح بدري. تروحي؟ طب ما احنا في سكه واحده، اوصلك لباب الشقه. لا متشكره، الاستاذ بندق بيوصلني كل ليله. مين الاستاذ بندق؟ استاذي.
استاذك. الله، طب ده يبقى من عيلة. اوصلكم انتوا الاثنين، اتفضلي. انا سعيد جدا بمعرفتك، وارجو انك تكوني اغتفرتيني الغلطه اللي غلطتها. دي رابع مره تعتذر لي فيها. والله. على العموم انا متشكره جدا. ده انا اللي اشكرك خالص، وارجو ان صداقتنا دي تدوم على طول. ان شاء الله. تصبح على خير. وانت من اهل. خليه يتفضل. بونجور اكسلانس. انا سمحت لروحي اجي من غير ما اتكلم في التليفون. انا كنت منتظر الزياره دي. يسرني جدا ان سعادتك مش ناسي. مش ناسي ايه؟ النهارده اول الشهر. وماله اول الشهر؟ مصروف سعاد. مين سعاد؟ سعاد، سعاد بنتك. سعاد دي ملهاش اي وجود في مخيلتي. لكن انا ما اقدرش انكر وجودها ولا وجود ابوها. ابوها اصبح ما يملهاش اي اعتبار، ومفيش قوه في العالم تجبره على الاعتراف بيها. هيدوس على ضميره؟ ضميره اصبح ميت زي ضميرك. كده؟ من غير مقدمات؟ على العموم انا ما زلت جوز بنتك. انتم عصابه لصوص. لا، النهارده بتتكلم نظيف قوي. انا في امكان ارد عليك واستعمل الجواب الممضي في خط ايدك، لكن انا انضف من كده. انت اقذر مخلوق شفته على وجه الارض. لو كان السلاح عندك صحيح كنت استعملته ضدي. ومع ذلك يا حامد انا مستعد للحرب، اتفضل. لو كنا عاوزين نحارب كنا حاربنا من زمان وانتصرنا. لكن معلش انا هستحمل. الحما والد. دلوقتي انا هستأذن ولنا رجع في الموضوع. الموضوع ده انتهينا منه. اتولد ميت واندفن خلاص. قادر ربنا يبعث فيه الحياه. يحيي العظام وهي رميم. رفارك. يظهر الطير حيفلت من ايدنا. الراجل ابتدى صوته يعلى، والسلاح اللي يخرسه موجود معاه. انا عاوز السلاح ده. انا عملت زي ما قلت، فتشت في كل حاجه ما لقيتوش ابدا. مش معقول ده، انا سامعها بنفسي وهي بتهدده. جواب مكتوب بخط وبامضته. يمكن شايلاه في حته ثانيه يا حامد. ما احنا عاوزين نعرف الحته الثانيه دي يا روح حامد. يعني هنجم؟ لا مش هتنجمي، بس هتشغلي هنا. ازاي؟ انت مش بتقولي انها بتحبك؟ معتبراني زي اختها. تمام خلاص، كاس زي ده تتفك عقدة لسانها. بس لاحظ انها قربت تحب. تحب؟ ايوه. مين؟ اهو ده اللي لسه معرفتوش، انما هعرفه. يا سلام، ما كنتش افتكر ان الدنيا فيها جمال بالشكل ده. وهو جمال بعاء، بس ينقصه حاجة واحدة. ايه هي؟ حتتين تلاتة فسيخ ننقنق فيهم على روح الاموات. الله، ايه رأيكم؟ انا ما عنديش مانع. ولا انا كده. طيب استنونا ما اروح اعطب المساله وارجع لكم تاني. اتفضل. وقلت لي الحته اللي احنا فيها دي اسمها ايه؟ المعادي. معادي؟ ايوه، سموها معادي علشان العشاء يبقوا فيها مواعيد. طب يلا بقى نروح لنعطل عليهم. احنا اكتر من عشاء، احنا اصحاب. عندك حق. تعرف يا جلال، من يوم ما عرفتك وانا كل حاجه بشوفها. الحياة مليانة بهجة وسرور. بس اللي يقدر يشوف. أنا قبل ما أعرفك ما كنتش أعرف إن الحياة فيها بهجة وسرور، وعشان كده بعتبر اليوم اللي عرفتك فيه عيد ميلادي. ده بس من ظرفك، أنا لازلت مقصر. هو بعد العطف اللي شفته منك تبقى مقصر؟ مش معقول. طبعا مش ممكن. حاضر أديلك جزء من السعادة اللي بتديها لي لما بسمعك وانت بتغني. بحاول اسدد الدين اللي عليا. ميرسي يا جلال. بونسوار زيدي. بونسوار يا روحي. الله، انت بتشربي من دلوقتي؟ اصلي قاعده لوحدي ومتضايقه قلت اتسلى. انا للذي عندي استعداد اسهر للصبح. انا مبسوطه خالص يا زيدي. دايما يا روحي اشوفك مبسوطه. الله، انت هتشربي في كاسين ولا ايه؟ ده عشانك يا روح. لكن انت عارفه انا ما بشربش. اخفى عليك يا ناديه، انا متضايقه وقلبي مقبوض وعايزه اللي يشاركني. نفسي اشوف كاس اقول له على فطر. على فطر يا ستي،
عالفاضي ما ينفعش. املاه مي. اخي يبقى انا شاذ، وانا كمان ما اقدرش اشرب ولا كوكاكولا حتى. اهي اسمها حاجه ملونه قدام عين. اهو ده معقول اشرب كوكاكولا؟ طب روحي غيري هدومك وتعالي. حاضر. على بطني. على بطني. الله طعمها ما اتغير كده ليه؟ ذوق يا زيزي. بالعكس دي لذيذه جدا، اصلها لسه طازه. على بطني. على بطني يا ستي. يا خبر شربتيه كله مره واحده. مش مزمزي معايا يا روحي. امزمز ازاي؟ شفطه شفطه، عاوزة أحس إن في حد بيشرب معايا، قلت لك أنا متضايقة. ولا تزعلي يا ستي، أملاك تاني. لا أنا السلطان، بس اسمحي تناوليني عند السجاير اللي عندك. ميرسي يا حبيبتي، على بطر. على بطر. ياه الكوكاكولا دوختني خالص. يا بختك انا مش قادره ادوخ ابدا. يا شيخة سيبك من الهموم، اضحكي وفرفشي، ما تتهي نفسك بجمال الدنيا، الحياه مليانه بهجه وسرور. لكن اللي زينا محروم من بهجه الحياه، حتى الامل اللي بتتشعبط فيه كل بنت هتموت قبل ما تشوفه. بعد الشر علينا، ان شاء الله اللي يكرهنا. انا بتكلم على نفسي، يا حسره عليا، فقدت الامل خلاص ومش هلاقيه تاني. لكن انا لقيت الامل خلاص يا بنتي. الايه؟ فين؟ هنا في العماره، ساكن في الشقه التحتانيه. اخبط عليه؟ قصدك جلال بيه احمد؟ ايوه. انت بتحبيه يا ناديه؟ هو ده الامل اللي متشعبطه فيه. وهو بيحبك؟ اهو ده السؤال اللي محيرني. انا خايفه يا زيزي. من ايه يا روح زيزي؟ علشان انا مغنيه. هو مش عارف انك بتغني؟ كل ليله بيجي يسمعني في الصاله. ده لازم وقع لشوشته. ومستنيه ايه؟ ما تتجوزيه. افرضي انه راضي يتجوزني، هيطلبني من مين؟ من اهلك، من ابوكي. ابويا؟ وهو فين ابويا؟ ايه مات؟ مات. لو كان مات كنت عرفت اني يتيمة. ما تعرفيش هو فين؟ عارفة، وعارفة كل حاجة عنه، لكن هو مش راضي يعرفه. ليه؟ خلفك وانسيكي؟ ده انت تروحي له وتخليه يعرفك غصب عنه. اقدر اعمل كده، معايا اللي يخليه يعترف بيا غصب عنه. معاكي؟ معاكي ايه؟ الجواب ده لو استعملته يجي لحد هنا ويعترف بيا، لكن انا ما اعملش كده ابدا. لا ده انت عبيطه قوي يا حبيبتي. لا انا تعيسه قوي يا زيزي. ما تقوليش كده، انت تعبانه بس. قومي بينا ننام. فكره، قومي بينا ننام. يلا يا حبيبتي يلا. سيبيني انام هنا. يلا يا حبيبتي يلا. انا شايفه الفرحه في قلبي. ارقصي معايا، ارقصي. يلا 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 بينا يلا. وسيقن انت فين؟ انا هنا يا روحي. يلا يا روحي يلا. الله، هو احنا هننام بصحيح؟ ايوه يا حبيبتي يلا يلا. ده انا كنت بضحك عليكي يا عبيطه. هخبط على جلال اقول له تصبح على خير. جلال تصبح على خير. نام 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 يا روحي يلا. ايوه نام. طب لما انام بقى نامي معايا لحسن بنام، بخاف انام ليل وحدي. ما تخافيش يا حبيبتي يلا. ناديه
برافو على حدقتك. اهو ده مفتاح الخزنه اللي بدور عليها يا جميل. وعرفت لك صاحبنا اللي وقع فيه كمان. مين؟ جدع عازب ساكن في الشقه اللي تحت منا تمام، اسمه جلال احمد، كل يوم يروح لها الصاله. عرفته، اللي بيبعت لها ورد على المسرح. انا هعرف اكتبه. ونتجوز يا حامد. بس اما اخلص من اللي في ايدي. يا سلام عليك يا واد. لا مؤاخذه افندم، ايه تاني؟ مش هتتجوز ابدا يا حامد. لا يا شيخه. انت فاكرني هسيبك تتمتع بعد ما رميتني؟ لا يا حامد، انا وراك والزمن طويل. انتي؟ ايوه انا، ما بقتش اخاف من ضحكتك الصفرة دي. انا اللي هزلك زي ما زلتني، انا اللي هخلص عليك. والله نفسي اتفرج على الماتش اللطيف ده. هتتفرج يا حامد، وهتشوف مين فينا اللي هينتصر. ينتصر. باي باي. صباح الخير يا ابو صالح. صباح الفل يا جلال بيه. يلا بقى عاوزين نفرح ونرقص. ربنا يهنيكم. مع السلامه. قول لي يا عم صالح. نعم. مش ده جلال بيه السيد؟ لا يا فندم، ده جلال بيه احمد. جلال احمد، ما انا عارفه. وبسلامتها، مش نوال هانم اخته؟ لا يا بيه، دي نهاد هانم خطيبته، وتبقى بنت عادل بيه. نهاد هانم، ما انا عارفها برضه. كبرت كده قوي. ربنا يزيد ويبارك ويزيده كمال وجمال. السلام عليكم. مع السلامة. يبقى جوز اختها؟ خطيبها بس. وعرفت منين؟ مفيش حاجة أبدا تستخبى على حامد، احنا بنلعب. بس يمكن تغلط معاه بكلمة كده ولا كده، ننكشف يا حامد. مش هنلحق ننكشف، أنا هضربهم الضربة اللي مش هيقوموا منها أبدا، وكلها خطوتين ونكسب المعركة. بس المهم أنت تخليها تعرفك بيه ويعزمنا احنا الثلاثة في شقتها. اهي دي الخطوة الأولى. والتانية؟ التانية هنا. بس أنا خايفة يا حامد. ما تخافيش، معاكي سبع. ونتجوز يا حامد؟ لما لم القرشين اللي في السوق. يا سلام عليك يا واد يا طاعم. الجواب ده جاني النهارده من بابا. وبيقول فيه إيه؟ اقريه حضرتك بنفسك. عال عال. يعني موافق على اليوم اللي حددته. ايوه، يوم الخميس زي ما اتفقنا. طيب ما دام الميعاد قرب، مش تقوم تراجع اسامي المعازيم ولا هتعمل زي يوم الخطوبه؟ عندك حق يا نينا. الف مبروك يا نينا، ربنا يتمم بخير. ميرسي يا ماما. مبروك يا جلال. متشكر قوي يا نينا. اما اروح اقول لعاد. وانا ماليش مبروك انا كمان. انت ليك كل حاجه. طب ما دي احنا فيها. لا، يوم الخميس. نهاد، طوعيني نقدم السبت الى الحد قدامه. ولو برضه يوم الخميس. نهاد. بعدين معاك يا جلال. اصل افتكرت النهارده الخميس. صحيح. ايوه حبيبتي، النهارده الخميس. يا خبر، الساعه 7:30 ده لازم اكون في البيت دلوقتي حالا. ليه؟ اصل عازم ضيوف على العشاء يا حبيبتي. ضيوف؟ ومين هما الضيوف دول؟ صاحبه الصوت الجميل. اخفى عليك يا جلال، كده عرفتها من غير ما تقول لي. خدني معاك عشان اتعرف بيها. بعد يوم الخميس. وعزيمه لوحدها؟ لا، معاها بعض الفنانين من اصحابي. فيهم ستات؟ هنبتدي نشك. لا يا جلال، اللي بخاف عليه. بس انا مش خايف، لان مؤمن بنفسي. مش يمكن الايمان ده يجي يوم يضعف. طول ما انت جنبي يا حبيبتي مش ممكن هضعف ابدا. وبعدين معاك. والنهارده الخميس. وازاي نبقى جيران طول المده دي ولا نعرفش بعض؟ والله الظروف ما سمحتش يا حبيبي. على العموم انا اشكر ناديه هانم انها عرفتني بحضرتك، واتعشى من المعرفه دي تنقلب بصداقه ان شاء الله. اصدقاء ناديه اصدقائي تمام. ويسكي؟ لا ما بشربوش يا اكسلانس. هو الوالد الفاضل ساكن مع حضرتك هنا؟ لا والله، الوالد في اسكندريه، انا قاعد هنا لوحدي. وحضرتك بقى بتشتغل ايه؟ مهندس. يا سلام. أيوه. هندسه وموسيقى و... ورسم كمان. ورسم كمان. انا افهم شويه في الرسم كده. ممكن اتفرج على شويه حاجات؟ بكل سرور. اسمحوا. اتفضل. عن اذنكم. حامد هينزل دلوقتي، وبعد شويه هسيبكم لوحدكم. يا خبر يا زيزي، احنا ما تعودناش نقعد لوحدنا ابدا. انت بتشكي في اخلاقه؟ ده في منتهى النوم. خلاص ما تبقيش عبيطه، شغلي مخك، ولا عايزه تعيشي طول عمرك في الصلاه؟ كفايه خبتي انا.
ده حاجه عظيمه قوي يا اكسلانس. يا سيدي اشكرك. اوه الساعه 9، شوف الوقت الجميل ازاي بيمر بسرعه. انا اسف قوي، مضطر اسيبكم دلوقتي. ليه ما هو بدري؟ اصلي عندي ميعاد مهم مع نافع باشا كده. لا يا مدام، يا دوبك مسافه السكه. ما تنساش بكره على العشاء عندي ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامه. الله يسلمك. لا لا لا، ما تتعبش نفسك، خليك مستريح. صدق لي. بونسوار. مع السلامه. الو الو، هنا منزل عادل بيه يا فندم. ايوه يا فندم موجود. لحظه من فضلك. تليفون يا سعد بيه. الو، مين؟ حامد؟ عايز ايه؟ عاوز اقول لك يا عادل بيه ان مش انا اقذر مخلوق شفيت عينيك. المخلوق القذر صحيح هو اللي بيسطو على اعراض النفس. وانا يهمني ايه من الموضوع ده؟ ما هو ده الموضوع اللي اتولد ميت. الست الشريفه مراتي بنت سعادتك ظبطتها الليله ببيت عاشقها. وانا دخلي ايه؟ انا فهمتك قبل كده ان ما عنديش بنات بالاسم ده. ان كنت بتنكر انها بنتك، ما تقدرش تنكر ان الراجل الشريف اللي سطع على عرضي وسرق مراتي مني هو خطيب بنتك التانية نهاد. ايوه جلال، تقدر سعادتك دلوقتي تشرف في بيته وتشوف بعينيك، تشوف الراجل اللي بيجمع بين اختين. الله، حامد اتاخر كده ليه؟ اهو بدري، ده احنا قاعدين. لا يصح اروح اطمن عليه، لا يكون جرى له حاجه. يا شيخه بلاش الافكار دي. يظهر قعدتنا مش عاجباك. بالعكس يا جلال بيه، ده انا اتمنى اقعد معاكم اكتر من كده، وعلى العموم هرجع تاني. رايح فين؟ اوصلك. تبقى بتعمل تكليف. بصار يا روحي. كله تمام؟ أنا مش قلت لك ما تخافش عليا؟ يعني الخطة ماشية عال؟ زمانهم غرقانين في بحر الغرام. يا واد أنت اللي مفيش منك، كده حامد اليمين، دلوقتي يجي البي ويشوف بعينه ويدفع اللي يطلبه منه نسيبه. ونتجوز يا حامد. بس لما ألم المهر، اسبقيني أنت دلوقتي على فوق وادعي لي بالتوفيق. مع السلامة. يا سلام عليك يا واد يا طعم. بيني وبينك أنا ارتحت جدا لأصحابي دول نسيبه. أخفى عليك يا جلال، ما تقولش كده. هو عيب إن الواحد يقول الحق. اصلي كنت رايح كده مقيد، مش قادر اتكلم اي حاجه، خايف يفهموا كلامي على معنى غير اللي اقصده. اصل الجماعه دول ما فهموش معنى الصداقه الحقيقيه اللي بيني وبينك. عندك حق، الصداقه دي هي اللي مدياني الامل في الحياه. دي كلمه اعتز بيها جدا، امل انك ما تخونيهاش. خنتها خلاص. في صديق تاني؟ ايوه. بتحبيه؟ ما احبوش ليه وهو اول انسان عطف عليا. وهو بيحبك؟ بيحبني موت. يا بخته، مين سعيد الحظ ده؟ مشمش. مشمش؟ ايوه. هو ده اللي وقع في الشوشتك؟ وليه لا؟ وحش؟ لا بس يعني. بس يعني ايه؟ ده بيقول زجل. وأديب كمان. تطلع في دماغه، يقول مطلع زجل ويحتاج ما يعرفش يكمله. تصور النهارده يجيني من بدري عشان يقول لي ايه؟ يا أول لحن غنيته، لأول حب في قلبي. ده معنى جميل جدا، ما تيجي نكمله. نكمله. لأول لحن غنيته، لأول حب في قلبي، يا ريته يدوم لي. يا ريت. يا ريت. غني. حاضر. يا أول لحن غنيته، لأول حب في قلبي، يا أول لحن غنيته لأول حب في قلبي، يا ريتو يا ريتو يا ريتو يدوم لي يا ريتو. Thank you.
فين دلال؟ موجود يا سعادتك. أحب أفهم سعادتك إن مش أشوفها هي اللي أنا لاحظت العلاقة اللي بينهم وبين بعض، وعلشان أتأكد اضطريت أدفع فلوس. الخدام اللي عارف أسرار سيده وعشيرته هو اللي فتح لي الباب وخلاه مفتوح علشان سعادتك تشوف. اتفضل. أحبك يا نديم عمري، وأحب الزهد في حبك، وأسلم للهوى أمري. كنت أحب سعادتك تشرفني بظروف أحسن مني، وخصوصا إن دي أول زيارة، لكن أعمل إيه؟ اضطريت أعمل كده، لازم أشكك معايا، أنا الزوج وأنت الأب. أظن دلوقتي مش هتقدر تنكر صحيح. مش هتنكر الجواب المكتوب بخطك وبامضتك، وانا ما اقدرش انكر اللي شفته بعناية. ده شرف يا سعادة البيت، وما ارضاش لنفسي ابدا ان مراتي تخني. ومع مين؟ مع خطيب اختها. قصدي اقول اللي كان خاطب اختها. والشرع بيقول الراجل اللي يجمع بين اختين محرمين عليه الاثنين. يا ندل، حلمك عليا يا سعادة البيت، انا راجل مجروح. ده شرفي، والشرف ما يتقلش بنال. عايز كام؟ شوف بقى سعادتك، سكوتي على شرفي يساوي كام. اما بخصوص سعاد فانا مستعد اسامحها علشان خاطرك، واخدها ونسافر في اي بلد بعيد، بس يعني ما تحرمهاش من عطفك ونصيبها بثروه ابوها. هي مش زي اختها. تليفوني عندك وانا تحت امرك في اي وقت. اللي بقول لك عليه لازم تنفذيه. ازاي عاوز نطرد جلال من البيت؟ الصله اللي بينا وبين بعض انقطعت خلاص. كده من غير سبب؟ من غير سبب. انا بعت له مخصوص علشان ارد له الشبكه بتاعته. اسمح لي عادل اقول لك اني مش موافقه بالمره على اللي بتعمله ده. انا المسؤول عن كل تصرفاتي. في الموضوع ده بالذات المسؤوليه مشتركه. مسؤوليتي ايه؟ عشان مش موافق على جواز بنتي؟ الكلام ده كان من الاول، مش بعد ما حددنا يوم الفرح. على العموم حصل خير، الجواز ما تمش. صباح الخير يا نيل. صباح الخير يا عم. انا بعت لك ومش هطول معاك في الحديث لاسباب مفيش داعي لشرحها. انا شايف ان جوازك من نهايه امر غير محمود، وعلى كده تقدر تعتبر نفسك في حل من الخطبه دي، واننا اصبحنا اغراب عن بعض. انا مش فاهم حاجه ابدا. ده احنا لغايه امبارح بس. امبارح شيء والنهارده شيء تاني. طب تسمح حضرتك توضح لي الاسباب اللي دعت لكده؟ الاسباب دي انت فاهمها كويس. انا مش فاهم حاجه ابدا، لكن ثق ان شعوري من جهه نهاد. ارجوك مفيش داعي للتطويل. من فضلك من بعد النهارده ما تحاولش انك تخش بيتي ابدا، وما تحاولش انك تتصل بنهاد. حضرتك بتطردني؟ تقدر تعتبره زي ما يعجبك. عادل مش كده يا عادل. ارجوك سيبني لحظه مع جلال. جلال هسالك سؤال يا ابني، جاوبني بصراحه. أنا عمري ما كنت كذاب في حياتي. عادل اتغير من ناحيتك فجأة ومش عايز يقول السبب. إذا كان في حاجة يا ابني صارحني، أنا برضه زي والدتك. هيكون في إيه؟ أنا واثق من نفسي زي نهاد ما واثقة مني بالظبط. إذا كان عنده حاجة يقولها لي، لكن يطلب مني أفتري عن نهاد، ده أنا أفتري عن روحي أهون. إحنا الاتنين بنحب بعض، اتخلقنا لبعض، مفيش أي قوة في الدنيا تفرقنا عن بعض. نهاد! عن إذنك يا نينا. احنا لوحدنا دلوقتي، تقدر تكلمني بصراحة، ايه السر في التغيير الفجائي ده؟ مفيش سر ولا حاجة، أنا عايز كده. عادل أخشى إن الزمام يفلت من إيدنا. يعني تعصى أمري؟ نهاد مش قليلة الأدب عشان تعصى أمرك، إنما الطاعة لها حد. أنا عارف كويس بعمل إيه. والناس كمان لازم تعرف، أنت بعملك ده هتسيء لسمعة بنتك. كلمة واحدة قلتها، الجوازة دي مش ممكن تتم. الجوازة دي هتتم يا عادل. إيه بدون إرادتي؟ أهو ده اللي أنا مش عايزاه. احنا اللي اخترنا جلال لبنتنا، احنا اللي قلنا لها حبيه ده اللي هيكون جوزك فحبتك. يبقى لازم تكرهه. فاتك القطر يا عادل، في امكانك تحصله لو حكمت العقل واتكلمت، اما اذا ما اتكلمتش الجوازه دي هتتم في نفس الميعاد وهنا في بيت ابوها. Thank you.
عادل بيه. اهلا وسهلا. فين الباب؟ فاتو عزيز، انا مش جاي لك كزاير، انا جاي اقول لك ان الطريق اللي اخترتيه طريق كله ضلمه وكله اوحال، مش هيوصلك للنور ابدا. ده الطريق الوحيد اللي شفته قدامك. كان لازم تشوفي طريق اشرف من كده. انا مش شايفه اي عارف اللي عملته، انت اللي اضطريتني اعمل كده. تقومي تتهمي مني في شخص بنتي؟ بنتك؟ ايه الذنب اللي عملته معاك نهاد علشان تطعنيها في قلبها وتاخدي منها خطيبها؟ انا اخد خطيب بنتك؟ مش ممكن. اللي كنت سهرانه معاه امبارح في البيت لوحدكم يبقى مين؟ جلال. ايوه جلال. عرفتي خطيب بنتي يبقى مين؟ جلال يبقى خطيب بنتك. كان خطيبها لحد امبارح بس، انما دلوقتي تقدري تنفردي بيه. لكن انا ما كنتش اعرف ان جلال يبقى خطيب بنتك. ارجوك كفايه غش وكفايه خداع وكفايه تمثيل. خطه عملتيها كويس انت وحامد، قسمتوا التركه بينكم انتوا الاثنين، انت تاخدي جلال وهو يستولى على اموالي كلها. حامد؟ وايه دخل حامد في الموضوع؟ حامد ما تعرفيهوش، حامد شريكك، حامد اللي سلمتيه نفسك، حامد اللي اطلعتيه على كل شيء، حتى على الجواب السلاح الوحيد اللي بتستعملوه ضدي. بتهدديني اني لازم اعترف بيكي. ليكن، انا هعترف بيكي قدام الناس، انما ما بيني وما بينك عمرك ما هتشعري في يوم من الايام ان انت ليكي اب. مجاش. ما تعرفش هو فين دلوقتي؟ لازم في البيت، اطلبه في التليفون. لا انا رايحه. يلا يا جماعه يلا شويه. ايوه يا روحي، انا عندي ميعاد معاه النهارده، انا حجزت تذكرتين في اول طياره، هنقبض القرشين ونطير على طول. على فين؟ شهر العسل. وانا ليا الا انت. يا سلام عليك يا قاضي يا طاعم. حامد. ناديه، ايه اللي جابك؟ جاي اكمل الدور اللي مثلته على بنت ضعيفه زي ائتمنت اليك وافتكرتك بني ادم. ليه انا الكلام ده؟ انت عارفه بتكلمي مين يا بنت؟ عارفه يا حامد، بكلم انسان معدوم الضمير. ما شاء الله، برافو برافو، ده انت عينيكي فتحت قوي. ايوه فتحت، السحابه اللي كنت مغطي بيها عينيا انكشفت خلاص، وشفتك على حقيقتك، وعرفت كل الاساليب اللي كنت بتستعملها علشان تستغل اموال ابويا. فين الجواب؟ جواب ايه؟ الجواب اللي سرقته انت وزيدي. انا ما اعرفش حاجه. انت فاهم كويس، مش هسيبك تخرج من هنا الا والجواب معايا. اوعى من وشي، ما بقاش الا مفعوصه زيك. سعاد، اديني الجواب. تعالى يا سعاد. ما تقربش عليا. الجواب مش معايا، مع عزيز. الجواب معاك انت. احلف لك بشرف. انت ما عندكش شرف. طب نتفاهم. مفيش اي تفاهم، حياتك في كفه والجواب في الكفه الثانيه. الجواب اوام. طب شيلي ده. قلت لك ما تقربش عليا احسن. شيلي ده يا سعاد. ابعد عني. سعاد. ما تقربش. سعاد. 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 باشا لرفض المفاجئ لجلال. انا عارف ان جلال بيحب بنتي وهي كمان بتحبه، وخوفا من انهم يتجوزوا بعض برغم ارادتي سمحت لنفسي وجمعتكم هنا علشان اشرح لك الموضوع. اتفضل يا عادل بيه. سبب رفضي مانع شرعي. ايه؟ انا اسف يا سعاده الباشا، هتفهمني دلوقتي لما اشرح لك الموضوع. كل واحد في الدنيا له في ماضيه أغلاط، لكن في أغلاط مش ممكن تغتفر. في بدء حياتي لما اتجوزت مراتي دولة، أنا حبيتها وهي كمان حبتني. بعد شهر من جوازنا سافرت بورسعيد في عمل. ادخل. اتفضل يا سعادة. وهو فين؟ موجود بره يا سعادة. أنا جاي حالا. ثانية واحدة يا سعادة الباشا عن إذنك. اتفضل.
اهلا وسهلا. سعادتك عادل بيه حسن؟ ايوه انا يا فندم. الحمد لله. اتفضل يا سعاده البيه الجواب ده. من مين الجواب ده؟ من سعاد يا فندم. سعاد؟ ايوه يا فندم، ده قالت لي ان سعادتك اسات الظن بيها. على كل حال انت معذور، بس الدم ميبقاش ميه. وهي فين دلوقتي؟ والله يا فندم سلمت نفسها للبوليس. بوليس؟ ايوه يا فندم، ما حدش يصدق ان البنت الشريفه الطيبه تقتل. تقتل؟ ايوه يا فندم، دي جاتني في حاله يعلم بها ربنا وقالت لي انا قتلت. قتلت مين يا سعاد؟ قتلت المجرم حامد اللي كان عاوز يذبح ابويا. قتلت حامد جوزها؟ استغفر الله يا سعاده البيه، مش جوزها، سعاد مش متجوزه. امال قسمت الجواز دي تبقى ايه؟ دي مزوره يا سعاده البيه، وتقدر تتاكد بنفسك. وعلى كل حال دي ترجتني اترجى سعادتك انك ما تقفش في طريق جواز جلال ونهاد ما دام المانع مش موجود. قلت لي هي فين دلوقتي؟ في القسم يا سعاده البيه. طيب تعالى معايا. اتفضل يا سعاده البيه. اسمح لي بقى اسيبكم عشان اروح ادور على زيزي. ليه؟ اكيد هي اللي مزوره قسمه الجواز. طب اهو بس ما تتاخرش. حاضر حاضر، خلي بالك. تعال بس يا بنتي بس. انت عملت كده ليه يا سعاد؟ سامحني يا بابا. تحكي لي بس ايه اللي حصل يا بنتي؟ بعد ما سبتني في اللوش اكتشفت ان الجواب اتسرق مني، وفهمت من كلامك ان حامد هو اللي سرق. رحت للبيت طلبته منه، رفض يدهولي، حجم عليا، ما اعرفش ازاي ضربته راح على الارض. اخدت منه الاوراق وبعتهم لك مع بنت. بابا انت اتهمتني ان جلال يبقى عشيقي، ما فيش اي علاقه بيني وبينه، كل ما في الامر ان احنا جيران. اما حامد فانا ما اتجوزتوش، واكيد قسمت الجواز مزوره. بس ازاي عارف ان انت بنتي؟ ما اعرفش، يمكن سمعنا لما جيت لي اول مره في اللوش فحب يستغل الموقف. سامحني يا بابا، من يوم ما جيت وانا عماله اسبب لك في مشاكل. ما تقوليش كده يا حبيبتي، انا اللي ظلمتك. ظلمتك قبل ما عينيك تشوف النور، وظلمتك يوم ما رفضت الاعتراف بيكي. سعاد انا مش عايزك تعيطي ابدا ابدا. انا هجيب لك محامي، هخليه يترافع عنك، هخليه يشرع دوافع الجريمه وتاكد انك هتطلعي براها. ارجوك يا بابا، دافع الجريمه مش لازم حد يعرف. ايه يعني مش عايزاني اعترف بيكي؟ اي انا دلوقتي مجرم، ايديا بتنقط دم، حرام على الطخاسي. لا يا سعاد، لا يا حبيبتي ما تقوليش كده ابدا. انا جريمتي افظع من جريمتي. سعاد اذا كنت صفحت عني صحيح اديني فرصه للتفكير. خش قدامي، فوت، خش قدامي. ايه الدوشه دي يا جدعان؟ في ايه؟ انت فاكر نفسك ايه؟ انا محمد، محمد ابن محمدين ابن بوابه العمارة اللي في شارع اهيام. في واحد ساكن عندنا اسمه حامد بيه، بعتني السوق عشان اشتري له حاجه، ولما رجعت لقيت دمه سايح والست دي واقفه جنب منه، مسكت جبته هنا على طول. غريبة، نفس الشارع ونفس العمارة. لكن أنت مش قلتي لي إنك أنت اللي ارتكبت جريمة القتل اللي في شارع أحيام؟ أيوه أنا، ما صدقهاش سعادة البيه، أنا اللي قتلته. أنا كنت موجودة في الشقة يا سعاد لما اتخانقنا سوا، وكان متعور بس، وبعد ما خرجتي أنا اللي خلصت عليه. كان لازم أعمل كده، أنا الجتاو. عليك عليك، الحقيني بدكتور حمود، الحقيني بدكتور. ايه ده؟ اتجننتي؟ ربنا قطعك عشان تسافر بالطياره. ناس يا شهر العسل، وانا ليا حد غيري. يا سلام عليك يا واد يا صاحبي. علي علي علي، اقبض عليا يا عسكري. سعاد دلوقتي مفيش قوة في العالم تمنعني من الاعتراف بيكي. بابا. بنتي. بنتي. بابا. أظن أنا ما أقدرش أنتظر أكتر من كده يا دولة هادي. والله مش عارفة أقول لك إيه يا باشا. لازم حاجة ضرورية اللي خلت عادل يسيب البيت فجأة. طب مش كان يقول يا هاني؟ على العموم الاجتماع ده نقدر نأجله لبكرة. أمرك يا باشا. أنا آسف. إذا كنت جعلتك تنتظر لغاية دلوقتي يا باشا. المسألة اللي خرجت علشانها تتعلق بالموضوع اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. خير يا عادل؟ لا خير يا دولة. الموضوع يهمنا كلنا، ويهمك أنت بصفة خاصة. أنا؟ أيوه أنت.
تذكري البنت اللي جاتني في يوم حفلة خطوبة نهاد؟ مالها؟ تذكري لما سألتيني عنها قلتلك دي بنت واحد صاحبي بتدور عليه وانه خلفها في السر؟ ايوه. البنت دي بنتي. بنتك؟ بنتي. والشخص اللي كانت بتدور عليه انا. تذكري وقتها لما قلتيلي ان الشخص اللي ينكر بنته يبقى مجرم؟ او انا المجرم ده؟ ارتكبت الغلطه وانا معتقد انها غلطه صغيره هتتنسي، لكن بكل اسف الجريمه ما تتنسيش ابدا، والماضي جزء لا يتجزأ من حياه الانسان. حاولت كل المستطاع اني انكر الماضي المؤلم المظلم، لكن ما امكنش. اراده ربنا كانت قويه علشان تبرأ مظلومه بريئه ملهاش اي ذنب. دولة انا اخطا، كل واحد في الدنيا بيخطئ، لكن المهم انه يصلح غلطه، والاهم ان الناس اللي بيحبوهم وبيعزهم يصفحوا عنه ويسامحوه. اتكلمت بنتنا سعاد دلوقتي وهي صفحت عني. فاضل انتي. عادل هي فين يا عادل؟ برا. سعاد عادي. انا قلت لهم على كل شيء. سعاد بنتي. ماما ماما. انا اسف يا طاهر باشا اذا كنت اشركتك معانا في حاجه من حياتنا الخصوصيه، بس ارجوك ما تحملش نهاد وجلال نتيجة أغلاطي الشخصية. معادل بيه، يشرفني إن الفرح يتم في الميعاد اللي حددناه. أشكرك.